السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتحدث إن شاء الله عن المحولات. المحولات الكهربية. سبق لنا الحديث عن البطاريات، وقلنا إن البطارية هي أحد مصادر الطاقة الكهربية أو القوة الدافعة الكهربية والجهد الكهربي. المحول لا، مش هيك. المحول ما هواش مصدر من مصادر الطاقة. المحول من اسمه هو يحول الطاقة من قيم إلى قيم. تجينا الطاقة الكهربية من محطات التوليد، محطات التوليد وجدوا انه، او في كثير منهم وجدوا انه يولد جهد كهربي 5 كيلو فولت. اذا حينقل ال 5 كيلو فولت للمدينة فبيستخدم محولات ترفع الجهد من 5 كيلو فولت ل 22 كيلو فولت. إذا كان حينقل التيار الكهربي من مدينة إلى مدينة ممكن يرفعه أيضا ل 35 كيلو فولت. لو كانت المسافات طويلة جدا، يعني أقطار عربية كبيرة ما شاء الله واسعة من المحيط إلى الخليج، فممكن يستخدموا أو يرفعوا الجهد لغاية 65 أو 60 كيلو فولت. طبعا هذه جهود عالية، عالية جدا. اللي يستخدم في رفع هذه الجهود وخفضها اللي هو المحولات. فالجهد لما يخش المدينة لازم يكون ما يزيدش عن 22 كيلو فولت. بعد هيك بيستخدموا محول خافض بخفض الجهد ل 220 او ل 110 على حسب نظام البلد. بعض الدول بتستخدم ال 110، بتقول اكثر امن، ومعظم الدول بتستخدم ال 220. المهم انه افضل طريقه لرفع او خفض الجهد الكهربي اللي هو استخدام محول كهربي، واليوم هو موضوعنا ان شاء الله عن المحول الكهربي. بقول الحديث اليوم عن المحولات. قانون اوم اللي حكيناه زمان اللي هو اي تساوي في في ار، هو القانون الأساسي اللي احنا اللي هم اشتقوا منه جميع القوانين الكهربية الثانية، ومن ضمنه انشق قانون القدرة الكهربية. وكتعريف للقدرة الكهربية، القدرة الكهربية هي معدل تحول الطاقة الكهربية داخل الدائرة الكهربية إلى أي شكل آخر من أشكال الطاقة، سواء طاقة ميكانيكية أو طاقة حرارية أو طاقة مخزنة داخل مجال كهربائي زي البطاريات يعني، أو مجال مغناطيسي. والقدرة يمكن كمية وحدة، ووحدة قياسها هي الوات، وتحسب القدرة الكهربائية حسب القانون بي تساوي اي في بي. بي تعني القدرة وبنميزها بالوات، بي تعني فرق الجهد وبنميزها بالفي، واي يعني التيار وبنتميز بالامبير. العلاقة السابقة هي بي تساوي اي في في، اخذوها من قانون جول. ايش قانون جول بيقول؟ طبعا احنا مش حيكون كل كلامنا عن القوانين يعني، بس كمقدمة، بس كمقدمة احنا بنحكي شوية في القوانين.
كمية الطاقة الحرارية الناتجة عن مرور تيار كهربي في موصل معدني تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار ومقاومة الموصل وزمن مرور هذا التيار. الصيغة الرياضية اللي هي بتقول طا يعني الطاقة بتساوي التيار متربيع في المقاومة في الزمن، كصيغة رياضية تحت كيو اللي هي الطاقة بتساوي التيار ضرب التيار ضرب المقاومة ضرب الزمن، حيث كيو هي الطاقة الحرارية المستهلكة بسبب تعرض التيار للمقاومة في زمن محدد. نحاول نشرح الكلام هذا. الطاقة مرتبطة تماما بالزمن، يعني أنا ما بقدرش أقول والله أنت عندك طاقة مثلا بترفع 10 أكياس رمل. ماشي، ممكن أي واحد يرفع 10 أكياس رمل، لكن واحد بيقدر يرفعهم في ساعة، واحد بيقدر يرفعهم في 10 ساعات، فطاقة اللي بيقدر يرفعهم في ساعة تختلف عن طاقة اللي بيقدر يرفعهم في 10 ساعات، وبالتالي لازم لما أقول طاقة على طول أحط معاها الزمن على أساس نعرف المقدرة تبعت أو القدرة تبعت هذه. من خلال القانون اللي هنا لو لاحظنا كيو مثلا، احنا نشوف الصيغة الرياضية كيو تساوي اي تربيع ار في تي، ويساوي في اي في تي او في تربيع على ار في تي. طبعا هذه كلها قوانين استنتجنا منها القانون تبع القدرة اللي احنا هنستخدمه في المحولات، اللي هو بيكون V تساوي V في I. طب الزمن وين راح؟ الزمن لما نقول B تساوي I في V، احنا هنا في قانون جول اتفقنا انه لازم يكون في عندي الزمن، في عندي زمن. نعم، لانه هنا لما انا قلت B تعني القدرة وتمييزها وقت، الصراحة لازم يكون وقت ساعة، يعني الزمن مفهوم انه ساعة. يعني انا عندي مثلا على سبيل المثال مصباح معين، المصباح هذا مكتوب عليه 100 واط. ايش يعني المقصود ب 100 واط؟ يعني انه خلال ساعة بقوم بتحويل تيار كهربي الى طاقة حرارية وضوئية، قيمة هذه الطاقة 100 واط. يعني لما بقول انا عندي جهاز، اي جهاز، ان كان مثلا عندي جهاز كمبيوتر مثلا، جهاز الكمبيوتر مثلا 100 واط. ايش بنعني ب 100 واط؟ بنعني انه هذا الجهاز تبع الكمبيوتر في خلال ساعة بيكون حول الى 100 واط في خلال ساعة. اي جهاز كهربي عندك في البيت مكتوب عليه قدرة، معنى ذلك انك بتعرف انه هذه القدرة محسوبة بالساعة. لو كان حتى عندك مولد كهرباء، حتى مولد الكهرباء بتلاقي مكتوب عليه رقمين واط وفي اي. اذا كان مكتوب عليه الواط فانت بتعرف هنا انه الواط اللي هو قديش هذا المولد بيستهلك طاقة، الفي اي اللي هو قديش بيعطيك طاقة. ماشي، المحول ممكن يكون زي ما هو مرسوم بالشكل اللي قدامي، اللي هو ملف برايمري ابتدائي، ملف ثانوي، قلب مناسب قلنا القلب هذا يكون مناسب للتردد اللي ممكن يشتغل عليه هذا المحول، لأنه هذه المحولات الكهربية ما بتشتغل إلا على التردد، إنما على الدي سي كمان شوية بنشوف كيف نتعامل مع الدي سي. يعني المحول هو جهاز مؤلف من ملفين من الأسلاك، أي ملف أي ملف المنفصلة ونفوف حول صفائح من الحديد المطاوع. وقلت إن إذا كان التردد اللي احنا بنتعامل فيه تردد الكهرباء اللي عندنا 50 هرتز، الكهرباء اللي عندنا 50 هرتز، اللي عندهم الكهرباء 110 فولت بتكون 60 هرتز، يعني 60 ذبذبة في الثانية.
عندنا احنا لما 220 تبقى 50 ذبذبة في الطرف اللي بدخل عليه الكهرباء من المولد بسميه ابتدائي، اللي هو هذا ابتدائي، والطرف الثاني بسميه ثانوي او سكندري. ايش يستخدم المحول؟ يستخدم المحول لتغيير قيمة الجهد الكهربائي الذي يعمل على التيار المتردد، حيث لا يمكن أن يعمل على التيار المستمر، يعني لتغيير قيمة الجهد الكهربائي. إذا كان الملف الابتدائي لفاته أكبر من الملف الثانوي نسميه محول خافض، وإذا كان العكس، يعني لو كان ملفات الابتدائي أو الثانوي هي الأكبر من الابتدائي فنسميه محول رافع. ايش مبدا عمل المحول الكهربي؟ مبدا عمل المحول الكهربي بيعتمد على قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، اللي بيقول انه قيمه القوه المحركه الكهربيه اللي هي الجهد تتناسب شرط طرديا مع معين مع معدل تغير التدفق المغناطيسي. يعني واضح من الكلام انه هو يتعامل فقط مع التيارات المتغيره، ما بتعاملش مع التيارات الثابتة. ونحاول نشوف هنا فيديو معين، نشوف هذا ايش الفيديو هو. لا مش هذا، خلينا أول شيء نشوف فيديو العرض. أنا إيش بقول؟ بقول إذا مر تيار في سلك كهربي، فهذا السلك الكهربي بيتكون حواليه مجال مغناطيسي، زي ما أنت إن شاء الله يكون الفيديو واضح. إذا مر تيار كهربي في سلك، فهذا التيار يولد حواليه مجال مغناطيسي. إذا مر التيار كهربي في سلك يتولد حواليه. طبعا هنا هو راسم ايد عشان يحكي عن قاعدة فيلمينج، احنا بدناش نتطرق لقاعدة فيلمينج، بهمناش اتجاه التيار هنا، احنا وبدناش نعمل مسائل عليه. هو قاعد يرسم في قاعدة فيلمينج لليد اليمنى او لليد اليسرى، احنا ما لناش علاقة باليد اليمنى واليسرى للسيد فيلمينج، احنا بس بعنينا هذا الشكل اللي هو قدامنا بس، انه اذا مر تيار في سلك كهربي فهذا يولد حواليه مجال مغناطيسي. نشوف كيف يتولد المجال المغناطيسي. هنا عندي بطارية زي ما انت شايف هنا، ان شاء الله بتكون شايف. عندي هنا البطارية طبعا اختفت من الصورة، عندي هنا ملف وانا لسه ما وصلت للجهد الكهرباء وقاعد عمالي بشوف. بتحط عليه السكينة ما بيلقطهاش. أيوه هنا هنفتح الكهرباء، ندخل تيار لهذا الملف، لماذا لا يجذب قلب المحول الحديد؟ هلقيت بنشوف في الفيديو. هاي هنا وصلت كهرباء للملف فبدأ يجذب الحديد زي ما أنت شايف. الحديد عماله بينجذب لانه ايش؟ الملف هذا مر في تيار كهربي، تكون حواليه مجال مغناطيسي، المغناطيس بيجذب الحديد زي ما انت شايف. لو فصلت الكهرباء حيقع الحديد اللي انا مسكته. شايفين هنا عندنا البطارية اللي هي مصدر الجهد، هنا مفتاح عشان افتح واسكر انا. الان هي عندي كيف المنشطر او السكين هذه اللي ما رضيتش يلقطها في الاول، لما انا بمرر في التيار الكهربي بلقطها، فاسحب بفك عنه التيار الكهربي بيترك السكين. لما بمرر التيار الكهربي بيمسك. طبعا
المغناطيس الكهربي اللي بنعمله هذا لازم يكون بيعمل على جهود الدي سي. شوف هنا قديش حيكون المغناطيس قوي اللي هو اتشكل عن طريق الدي سي. لاحظ من هنا، خليني اذكر هذه، هنا القلب بتاع المحول، طبعا هذا محول عادي انا قصيته من هنا بس، يعني خليت القلب اللي على شكل الاي باتجاه والوصلات الثانيه باتجاه الثاني. الشقفه اللي انا قصيتها حطيتها منه، فبصير القلب هنا ايش؟ متكامل، يعني المجال المغناطيسي موجود داخل هذا القلب كليته، وسكر هنا على الاخر، يعني كل الطاقه المغناطيسيه اصبحت متجمعه وين؟ في قلب هذا القلب. كل الطاقه المغناطيسيه متجمعه في هذا القلب، عشان هيك بتلاقيه بيكون قوي. شوف كيف؟ حاول تفكه بايدك، تقدرش تستخدم شاكوش. طبعا مجالنا قوي جدا، لكن انا لو فكيت من الكهرباء على طول اتجاه الان. الان هاطرح السؤال التالي، السؤال هو حيكون اذا مر تيار كهربي في سلك يتولد حوله مجال مغناطيسي، هل العكس صحيح او غير صحيح؟ يعني هل لو وجد سلك في مجال مغناطيسي يمر في تيار كهربي ولا لا يمر في تيار كهربي؟ بس هكتب السؤال. ايوه تفتح الصفحة شوية. معلش الاستطلاع شوية مطول. السؤال إذا تقريبا معظم المشاركين الآن أجابوا على السؤال، في منهم اللي قال نعم واللي قال لا. طب طب السؤال ملوش على فكرة إجابة نعم ولا لا، لأنه في عندنا شرط، في عندنا شرط، إذا تحقق هذا الشرط بكون نعم، وإذا لم يتحقق هذا الشرط بكون لا. عندنا شرط، إذا تحقق هذا الشرط بنقول نعم، العكس صحيح، لكن إذا لم يتحقق هذا الشرط بنقول لا. إيش هو هذا الشرط؟ اللي هو قطع السلك للمجال المغناطيسي أو قطع المجال المغناطيسي للسلك. يعني يجب أن تكون هنالك عملية قطع لخطوط المجال المغناطيسي من السلك علشان يتكون في تيار. فإذا ما كانتش حركة قطع يبقى ما فيش مرور. يعني السؤال هيك بكون إن شاء الله، أنا بس عشان إيش أنكش عقلك حط لك السؤال، لأنه إجابته إنه إذا كان هنالك، يعني إنه هنالك شرط، في شرط، إذا تحقق هذا الشرط يبقى إيه؟ بمر تيار كهربي، ما تحققش هذا الشرط مر. يعني لازم السلك يقطع المجال المغناطيسي او المجال المغناطيسي يقطع هذا السلك، غير هيك لازم السلك يقطع المجال، نعم، يعني يمر السلك بخطوط المجال المغناطيسي او يمر المجال المغناطيسي، المهم يكون في حركه، لازم يكون في حركه سواء من المجال المغناطيسي او من السلك.
إذا كان في حركة يبقى بصير عندنا مرور للتيار الكهربي. خليني أشوف معاك الفيديو الثاني. الفيديو هذا الجملة هذه مرة ثانية. في حال تقريب ملف آخر من الملف الأول ابتدائي، الملف الأول بنسميه ابتدائي، الملف الثاني بنسميه ثانوي، فقط في لحظة نمو المجال المغناطيسي أو المحلال. نشوف هنا، طبعا في ظاهر فيديو أنا نازل أرفعه. في عندي هنا تحت اللي هو الملف بتاعي، تحت ملف ثانوي، واللي فوقاني هو ملف ابتدائي. انا هنا ماخذ من بطاريه زي ما انت شايف، انا هنا ماخذ من بطاريه. البطاريه هذا الضوء تبعها ضاوي، معنى ذلك ان هي بتعطيني تيار. فالملف الفوقاني اللي هنا بمر فيه تيار كهربي، والتحتاني بدنا نشوف هل بمر فيه تيار كهربي ولا بمر. خد بالك من المؤشر، خد بالك من المؤشر، خد بالك من المؤشر، لانه حركته يا دوبك بيتحرك. اخذتوا بالكم؟ يا دوبك المؤشر بيتحرك. يعني في عندي هنا مصدر جهد ثابت، تحت او فوق عندي ملف ابتدائي اللي احنا كنا بنشتغل عليه قبل شويه، وتحت هنا الملف الثانوي. يعني انا حطيت الملفين قراب على بعض، وبأشوف هل انه حينتقل الجهد الكهربي من ملف الى الملف الاخر. فاللي شاهدته هنا طبعا الدوش الموجود، نعم الدوش الموجود، لان انا كنت بصور في الورشه صحيح، وكان في لخمه من الاولاد. لكن خد بالك من صوت المفتاح اللي هو ببين وقتيش انا حطيت كهرباء. التكة، لاحظ الصوت التكة اللي هو بيدل على انه انا مررت تيار كهربي. اذا ساعد ما احط انا ملفين في جنب بعض، واحد امرر فيه تيار كهربي دي سي، الثاني بيتولد فيه تيار كهربي. لكن امتى؟ بس في لحظة نمو المجال المغناطيسي. إذا أنا طفيت أيضا بيتولد كمان مرة تيار كهربي في السلك لحظة ما أنا أضمحل أو أعدمه للمغناطيسي أو للمجال المغناطيسي. يعني اللحظة، لحظة البناء والهدم هي فقط التي يمر فيها تيار كهربي في الملف الثانوي. إنما إذا استمر مرور التيار الكهربي في الملف الابتدائي دي سي، فطول فترة الاستمرار هذه ما بمرش تيار كهربي. خلينا نشوف هنا، لأن إحنا حغير هنا. هنا أنا جايب محول ثاني عشان آخذ منه إي سي. أنا جايب ملف ثاني، محول ثاني عشان آخذ منه إي سي. وحاشبكم الان ونشوف ايش اللي بس. طبعا البطاريه الان ما لهاش علاقه، اصبحت بعيده، هي اسلاك البطاريه ما لهمش علاقه. هنا بريز الكهرباء انا ماخذ لهذا المحول عن طريق الطرفين الصفر، وماخذ من هنا سلكين للمحول الفوقاني اللي كنت باخذه من البطاريه، والمحول السفلي انا حاطه على هذا المؤشر. يعني الان اصبحت انا بالضبط، نعم فرقت. احنا بنشوف الكلام هذا، والان حنشوف ايش اللي حيصير في الساعه. طبعا الصوت اللي بتسمعه المحول نفسه بيمشي.
لاحظ المؤشر هنا كيف بيجري. طبعا انا فصلت، لاحظ قديش المؤشر بيمشي، ولاحظ ان المحاولات بدأت محاولات تتحرك. خد كله على بعض الحلو، يا دوبك حركة بسيطة. أما لو مر فهي تتغير، بتلاقي الأمر هنا بنثبت مع أي سي على الملف وبنشوف كيف الحركة بتصير. أوكي، نلغي نسكر الآن على الفيديو، ضايع عندنا كمان فيديو حنشوفه. يبقى عشان يمر تيار في الملف، في المحول بيهتز، لان دخلت فيه 12 مش 6، هو 6 فولت دخلت فيه انا 12، يعني مر فيه تيار زياده عن اللزوم. بعدين تنساش ان المحول مش على الربط اللي ربطته فيه الشركه، انا فكيت القلب ورجعت حطيته تاني، فطبعا مش مضغوط كويس القلب برضه. وبالمناسبة أي صوت، أي حرارة بتطلع من المحول هذه فقط، أي صوت أو حرارة من المحول معناتها هذا فقط، يعني فقط حيبين على شكل صوت أو على شكل حرارة، هذا كله عبارة عن فقط في المحول. بالنسبة للف المحولات، لف المحولات مش قضيتنا احنا، هي قضية الكهربائية، يعني هم اللي بيهتموا بنوعية السلك وسمكه وحجم القلب ونوعية الصفائح المعدنية والحاجات هذه اللي بيهتموا فيها الكهربائية. احنا بالنسبة لنا الشيء موجود واحنا بنتعامل معاه على حسب ما هو موجود، احنا بنتعامل مع شيء موجود. يعني لو انا كان عندي محول وهذا المحول عطل، ممكن انا باخذه للكهربائي، طبعا على اعتبار انه ما فيش زيه مثلا، باخذه للكهربائي، الكهربائي بفك القلب بشوف قديش سماكة السلك، قديش عدد اللفات، وبرجعه زي ما كان بدون حسابات ولا اي حاجه بيتم حسابها. لكن لو انا بدي اقول له صمم لي محول، حيخش في حسابات كثيره، الجهد قديش، التيار قديش، وبالتالي حيحسب الصفائح قديش عددها وقديش حجمها وقديش حجم القلب او قديش مساحه القلب الداخليه. احنا هنتحدث عن المحول العادي، وقلنا انه ايش وظيفة القلب الحديدي. القلب الحديدي، قلب الحديد المعدن اللي موجود داخل المحول، وظيفته تجميع خطوط الفيض المغناطيسي، يعني المجال المغناطيسي، وعدم تشتيتها. وكلما كان زمن البقاء المغناطيسي لمعدن القلب قريبا من زمن نصف دورة التردد كلما كان أفضل وقل الفقد. كيف يعني القضية هذه؟ القضية هذه إنه أنا لو أنت عندي معدن معين، يعني مثلا إحنا بنقول الحديد الصلب يكتسب المغنطة بصعوبة ويفقدها بصعوبة، أما الحديد المطاوع فهو يكتسب المغنطة بسهولة ويفقدها بسهولة. هذا كلام تهيئة حافظي من الابتدائية. إيش يعني يكتسب المغناطيسية بسهولة ويفقدها بسهولة؟ يعني زمن البقاء المغناطيسي بتاع الحديد الصلب طويل، يعني أنا بدي مثلاً ثانية مثلاً عشان أشحنه، عشان أشحن القلب يعني أخلي يصير مغناطيس، وبدي كمان ثانية عشان انتظر انه يفرغ هذه الشحنة.
في خلال هذه الفترة بتكون الدورة، أنا بحكي عن تردد كهرباء المنزلية اللي هي 50 ذبذبة في الثانية، يعني أنا القلب اللي بدي إياه يشحن ويفرغ 50 مرة في الثانية، يبقى لازم أستخدم له قلب يتناسب مع هذا الزمن. لو أنا بستخدم ترددات أعلى، يعني مثلا في دوائر السويتش مود بار سبلاي نستخدم ترددات من 20,000 وفوق، يعني بتوصل ل 140 ألف ذبذبة في الثانية، يعني 140 ألف أو حتى في 200 ألف ذبذبة في الثانية، يعني معنى ذلك أن القلب المغناطيسي لازم يكون قادر على اكتساب شحنة وفقدها 20 ألف مرة، قال 20 200 ألف مرة في الثانية الواحدة. بالنسبة لنوعية القلب ما لهوش هنا الآن علاقة بعدد اللفات، لكن بالعادة بالعادة يستخدموا في الترددات العالية قلب بسموه قلب في الراي، اللي هو عبارة عن شوية معدن هيك، يعني حديد على شوية كربون، وإله مقاسات كثيرة جدا. طبعا يعني حتى الحديد المطاوع لو أنت شبكت فيه حاجة خفيفة بيستمر، يعني بيضل فيه شوية مغناطيسية، يعني ما تعتقدش انه بمجرد ما انا ارفع التيار الكهربي عن القلب المغناطيسي، القلب الحديد المطاوع، انه على طول بيفقد المغناطة، لا هو بيفقد جزء كبير منها، لكن بيبقى بعض المغناطة موجودة وبإمكانها جذب حاجات صغيرة. يعني حكينا عن القلب، قلنا القلب لازم يكون زمن البقاء المغناطيسي تبعه يتناسب مع التردد اللي نستخدمه المحول. يعني في عندي قلب مغناطيسي يستخدم لترددات ال 50، قلب حديد معدني لل 50 هرتز يختلف عن ال 20 كيلو هرتز وهكذا. حتى الصفائح اللي احنا بنشوفها لهم ارقام بيهتموا فيهم اللي بيصمموش، يعني السلك. السلك تبع المحول بينصنع من النحاس المطلي بالورنيش على أساس إنه يكون معزول، حيث يعتمد طول سلك الملف على عدد اللفات. عدد اللفات بيعتمد على قيمة الدهن. سمك السلك يعتمد على قيمة التيار المار. هنا بدنا نقف وقفة صغيرة ونتحدث عن حاجات يعني ما طرحناهاش قبل هيك، اللي هو العلاقة ما بين مقاومة السلك وطوله والمادة بتاعته. القلب الفيرايت أستاذ محمد زمن البقاء المغناطيسي فيه منخفض جدا، وبيعمل مع الترددات العالية. التردد المنزلي تردد منخفض جدا، 50 هرتز ولا حاجة. فناخد بالنا من السلك. السلك مقاومته على ايش بتعتمد؟ على طوله وسمكه. فالسلك كل ما زاد طوله زادت مقاومته، كل ما قل سمكه قلت مقاومته. يا ريتني كاتبهم الجملتين هذول، بدي اعيدهم كمان مره. مقاومه السلك تعتمد على طوله وسمكه. طبعا انا بأفترض في الشغل بتاعنا انه الخامات متساويه، يعني انا بتحدث مثلا عن نحاس احمر، بتحدث مثلا عن نحاس احمر، فعندي انا سلكين من النحاس الاحمر، طول كل واحد فيهم على سبيل المثال 100 متر، مين فيهم حتكون مقاومته اعلى ومين مقاومته اخف اقل؟ اكيد انه السلك ما دام الطول تساوى والمعدن تساوى بيبقى عندي السمك. إذا قل سمك الملف السلك يبقى مقاومته في السلك.
خلينا نشوف كمان حاجة عن السلك اللي بيستخدم في الملفات، أفرج لك إياه هنا عندي في الفيديو برضه. هنا عندي السلك اللي بيستخدم في لف، هو هذا السلك، هذا بالورنيش أو باللكر اللي هو يستخدم في لف المحولات والمطارات. لو حاولت ألحمه الآن هو مش كده، لو حاولت أن ألحمه لفات أكثر، عدد لفات أكثر، وصلت أكثر. حأحكي في الموضوع هذا أكثر شوي. طبعا هنا محاولة اللحام حتكون فاشلة لأنه أنا مش واصل المعدن، مش واصل للنحاس، أنا بأشتغل في طبقة اللكر. طبعا أنا نظفت رأس الكاوي على أساس يعني ها، لكن أبدا الجزير ما بيمسكش. يستخدم في لف الموتورات والمحولات مغطى بعازل من الورنيش او اللكر. عشان انا عشان يلحم معايا السلك لازم استخدم البرداخ او استخدم مقاومه السلك. مقاومه السلك تساوي مقاومه النوعيه ضرب طوله ضرب سمكه. اوكي ماشي الحال، يعني هذا قانون ماشي. خلينا مع الفيديو. طبقه اللكه هذه يا اخوان طبقه طبعا ايش؟ مش سهل نزعها زي طبقة البلاستيك، بدها منشطر، بدها سكينة، بدها برداخة، بدها أي حاجة. ولكي نلحمه ولقيت طبعا أنا تحت المادة، هذا السلك أصبح مفقود، حطيت له شوية فلوكس. نحاول نلحم الآن، طبعا المفترض إنه يلحم معايا. طبعا لازم انظفه كويس، لازم انظف بشكل جيد. طبعا السلك بيلحم كويس الطرف، بلحم الطرف انا على اساس اعمله في التوصيل. مادة اللكر، يعني ليش أنا بستخدم مادة اللكر؟ ما بستخدمش الجلد أو المطاط أو البلاستيك. المادة هذه رقيقة، يعني رقيقة جدا، يعني ما بتخليش السلك يكون خميل، بالإضافة إلى تحملها للحرارة، بتتحمل حرارة عالية. وبتاخذ سمك قليل. عشان هيك أنا بستخدمها. من عيوبها إنه هي ممكن تتك بالحرارة برضه. على اساس انه لو انت كان عندك محول بيسخن كثير لو جيت تفكه حتلاقيه بتك هذا وبتك بالطرق وبالإشي. لكن هي الانسب للمحولات، يعني ماده اللكر هي الانسب للمحولات. طبعا لما نيجي نحكي احنا على مقاومه السلك انها بتساوي مقاومه النوعيه ضرب طوله ضرب سمكه او على سمكه. ماشي الحال، اوكي هذه قوانين حلوه وكويسه. احنا مش هنعقد الموضوع في القانون، يعني انا عاوزك يعني تعتقد انه السلك هو عباره عن بربيش ميه، يعني او ماسوره ميه، يعني انبوبه ميه. لو كان انا عندي بانقل الميه من خلال انبوب نص انش غير ما انقله من خلال انبوب واحد انش. مش ممكن انا انقل الميه بانبوب نص انش اخذ كميه قد ما انقلها بواحد انش. دليل على انه كل ما زاد السمك زاد اندفاع التيار. اندفاع التيار بيدل على قله المقاومه. طب انا ماسوره الميه او انبوب الميه اللي انا مستخدمه واحد انش على سبيل المثال، لكن انا مشيته 200 متر، هل حتصل الميه للي على بعد 200 متر زي ما حتصل على اللي بعد 5 متر؟ اطلاقا مش ممكن. يعني طول السلك ايضا بيزيد من المقاومه. ليش احنا بدنا نفهم الحاجات هذه؟ عشان انا لما بدي اقيس المحول من خلال المقاومه اللي انا بدي اقيسها بدي احدد هل هذا عدد اللفات الاكثر ام هو عدد اللفات الاقل.
إذا أنا عرفت إنه هذا المحول خافض للجهد وعرفت إنه هنا في مقاومة عالية، بعرف إنه هنا في عدد لفات عالي، وبالتالي بستطيع إني أحدد هل الملف اللي قدامي هذا ابتدائي ولا هو ملف ثانوي. المفترض إنه أنا نزل الفيديو، يعني أنت بتشوفه، بس أنا هسكر الصوت إذا حتى بيجي عندك الصوت. نرجع كمان مرة نتحدث عن سمك السلك، طوله كل ما زاد طول السلك تزيد مقاومته، كل ما زاد سمك السلك تقل مقاومته. الآن لما يكون أنا عندي المحول، قدرة الدخل تساوي قدرة الخارج، القدرة اللي تحدثنا عنها أول حاجة. أول حاجة تحدثنا عن القدرة. ليش أنا أتحدث عن القدرة؟ عشان أوصل للنقطة هذه. أقول قدرة الدخل تبعت المحول تساوي قدرة الخارج. أنا خليني أرجع للرسمة اللي كان فيها المحول. يعني هنا عندي أنا محول. هنا خليني قدرة الملف هذا تساوي قدرة الملف هذا. طب ايش هي القدرة؟ هي مضروب الجهد في التيار. يعني الملف الابتدائي جهده في تياره بيساوي جهد الملف الثانوي في تياره. لو كان انا عندي هذا الملف الابتدائي بيشتغل على 100 فولت والسلك بتاعه بيحتمل مثلا 1 امبير، يبقى 100 ضرب 1 ويساوي 100 واط. هنا بيطلع عندي على سبيل المثال 10 فولت، طبعا التركيز هيك كثير، طبعا الاخ اجابته ان شاء الله صحيحه، يعني لانه النحاس بيوصل افضل من الحديد. خليني اطلع على المساله اللي انا حاططها عشان يساعدنا على التركيز. يعني بنقول هنا التيار في الملف الابتدائي مضروبا في الجهد بيساوي التيار في الملف الثانوي مضروبا في جهده. يعني مثال ناخذ مثال، عندي بالنسبة للصدى طبعا ما هو فيه عليه العازل، بالإضافة إنه طبعا الحديد النحاس أقل تأكسد من الحديد، يعني الحديد بيصد وبتك بسرعة. كان المسألة هذه مش كثير واضحة، لكن إحنا هنا بدنا نفترض إنه في أحد المصممين استخدم 2000 لفة للملف الابتدائي، وال 2000 لفه هذول 2000 لفه المحول خافض، جهد الخارج بتاعه 12 فولت، جهد الخارج 12 فولت، التيار بتاعه 1.5 امبير. يعني عندي محول استاذ شوقت، يجوز عمل المواتير من سلك الحديد ويجوز عمل المواتير من سلك الالومنيوم، لكن الأفضل منهم هو سلك النحاس. احسب تيار الملف الابتدائي. عندي ناخذ المحول جهده 12 فولت، تياره 1.5 امبير. احسب تيار الملف الابتدائي على طول الجهد، على طول الجهد ضرب التيار تبع الابتدائي يساوي الجهد ضرب التيار بتاع الثاني. احنا بنفترض هنا انه احنا بنشتغل على جهد ال 220 فولت، اذا جهد الدخل نشوف هنا طرف المسألة.
انا الخارج 12 فولت، التيار 1.5 امبير، بيساوي جهد الخارج ضرب تيار الخارج. هذا الاكس ضرب، يعني الاكس هذا ضرب، يعني اي اكس 220 تساوي 1.5 اكس 12، اللي هو المسألة اللي احنا حاطينها هنا، اللي هو الجهد 12 والتيار 1.5. نطلع تيار الدخل اللي هو بيكون 82 ملي امبير. طبعا بتحاول تحل المعادلة حالك. لاحظ انا عندي انه تيار الدخل، تيار الخارج عفوا 1.5 امبير، تيار الدخل 82 ملي امبير. يعني معنى ذلك انه المحول هذا اللي انا بحكي عنه بدي له سلك يتحمل في الخارج 1.5 امبير، في الدخل يتحمل 82 ملي امبير. يعني تياره هيكون عشر، اقل من عشر تيار الدخل بكثير. تفتكروا هنا عندي محول زي ما حكيت 1.5 امبير السلك بمر فيه، وهنا السلك بمر فيه 82 ملي امبير. نحط السؤال اللي بيقول، طب ماشي هسأل السؤال هيك بدون استطلاع. عندي سلك بمر فيه 1.5 امبير، وعندي سلك بمر فيه 82 ملي امبير، هل اعمل السلكين نفس السم ولا اعمل واحد اسمك من الثاني؟ طبعا انا حاجاوب لاني ما عملت استطلاع. لو انا يعني عندي تيار الثانوي 1.5 امبير، طبعا العكس هذا من الورد، العكس تبع الايه من الورد، كلما كان التيار اكبر نزيد سمك السلك، كلما كان تيار اكبر. صحيح صحيح، يعني المفترض انه هذا السلك يكون اسمك من هذا السلك. هذا السلك ليش حنعمل واحد اسمك من الثاني؟ لانه هذا حيمر فيه 82 ملي امبير، فما فيش داعي اكبر حجم المحول واحط سلك خميل. ما فيش داعي احط سلك خميل في حين انا قادر على استخدام سلك رفيع. طب الان لما نرجع للمعادله تبعتنا مره ثانيه، مين حتكون مقاوم لو طلبت طول هذا بيساوي طول هذا، مين حتكون مقاومته أعلى؟ مقاومته أعلى طبعا، هذا حتكون مقاومته أعلى لأنه أرفع، لأنه أرفع، اللي سمكه أقل حتكون مقاومته أعلى. طب هذا هو ملف الثانوي، هذا ملف الابتدائي، وأنا بحكي عن محول خافض، يبقى طبيعي انه ملف الثانوي تكون مقاومته اقل من ملف الابتدائي. يعني ملف الابتدائي تكون مقاومته اعلى. وهنا بدي افرجيك فيديو صغير عن كيف بنحرق السلك لمر في تيار زياده عن اللزوم. اتفرج معانا على هالشغله هذه، شوف المفاجاه هنا. هنا عندي سلك رفيع، هاي السلك الرفيع، هذا سلك رفيع، وانا بحاول امر عليه تيار كهربي. شوف ايش بصير في السلك على طول بين. شوف الجزء الثاني من الفيديو، انا سلك 1.5 ملي بدي امرر فيه نفس التيار اللي انا مررته في الاول، نفس التيار اللي انا مررته في السلك عادة اللي هو 25 من 100،
بالمناسبة يعني أحكي لك حاجة هنا عن سمك السلك. سمك التعامل مع أسلاك الكهرباء يختلف في السمك. لاحظ السلك، لاحظ الحريق اللي بتصير، شايف الدخان. السلك هذا ما تأثرش، السلك هذا هو اللي دخن. ليش؟ لأنه هو كان الأضعف. هسمعك الصوت. كنت في حاجة بدي أحكيها عن الفرق في الأساس. كنت حاجة بدي أحكيها عن الفرق في الجهاز. القياسات ما بين سلك الكهرباء وسلك سلك الكهرباء، لما نقول هذا السلك مثلا 1 ملي، فهذا بيعني انه مساحة مقطعه 1 ملي. لما نقول هذا السلك 3 ملي، معنى ذلك انه مساحة مقطعه 3 ملي. لكن اذا انا بتحدث عن مواسير المية، اذا قلت هذه الماسورة 1 انش، فهي معنى ذلك قطرها 1 انش. اذا قلت عنها 3 انش، يبقى قطرها 3 انش. أما بالنسبة للكهرباء لا، نحكي عن مساحة مقطع. بالنسبة لأسلاك الكهرباء نتحدث عن مساحة مقطع. نتحدث عن مساحة مقطع. اطلع على الأسلاك الكهرباء، قيس السلك المكتوب عليه 1.5، وقيس السلك المكتوب عليه 2.5، تجد الفرق بينهم أقل من هيك بكثير. يعني لما بتركب على في البيت سلك 16 ملي، يعني سنتي و6 من عشرة، تعال على قطره بتلاقيه لا بيجيش سنتي. هذا طبعا برضه مش صميم شغل، يعني بيجيب بعضه يعني. ضايل احكي في موضوع عدد اللفات. قلنا لو هذا استخدم في المحول تبعنا 200 2000 لفة، كم لفة هيستخدم في الثانوي؟ نشوف هنا يا شباب، يعني القانون تبعنا هذا بدي اياك تاخد بالك منه كويس. ما هواش للف المحولات، يعني انا لا يصلح هذا القانون للف المحولات، لا يصلح، لانه فيه اعتبارات كثيره هم بيستخدموها، انما احنا هناخد فكره بس عن عدد اللفات. فبنقول عدد لفات الدخل على عدد لفات الخارج يساوي جهد الدخل على جهد الخارج. يعني عدد لفات الخارج هي كمسألة بنطلع من خلال المسألة تبعتنا انه عدد لفات الثانوي تساوي 109 لفة. خليكم مركزين معايا في هالدقيقة الأخيرة. هذا المحول اللي عدد لفات وعدد عدد الملفات الابتدائي 2000 وعدد
عدد ملفات الثانوي 109. هذه النسبة ما هيش يعني ما هيش دقيقة، يعني أنا تبعتها أنا ما هيش دقيقة خالص. واحد يقول لي ليش مش دقيقة؟ لأنه أنا هذه المسألة بالذات أنا عاملها عادي داخل وتبعت الخارج. كل التيار كان المحول تياره كل عدد الدخل بيقل، كل ما قل التيار بتاعه كل ما كان عدد الدخل. أنا بناخد حاجة فقط من الواقع، يعني اللي قدامك هنا اللي أنا حطيت عليه دائرة ما تعتبرهوش قانون، يعني ما تعتبروش هذا ما تعتبرهوش قانون. وهي كمان اكس عليها، لكن ليش انا بتعامل مع هذا الاشي؟ فقط عشان افهم ما بين في علاقة قريبة جدا من هنا، لكن بتدخل عوامل ثانية في الموضوع، عوامل ثانية في الموضوع اللي هو التيارات، وهذا قلنا تخصص الكهربائية. حافظ على نسبة مقاربة. أدركنا الوقت طبعا، موضوع المحولات لسه ما خلصناهوش. أرجو أن أشوفكم إن شاء الله. لا أنا يعني زي ما تقول فتحت أكثر من محول. المحول اللي كان تياره 300 ملي عدد لفات الابتدائي 3500 لفة، عدد لفات الخارج حوالي 120 لفة، لأنه من الحديد طوع طوع يتمر. لكن لما الترسو على محول ثاني أعطاني نتائج مختلفة عن النتائج في نفس المحيط أو في نفس الإطار. ماشي يا أخوان، أنا طولت عليكم. نراكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وحنكمل موضوع المحولات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.